بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى راح نبتدي بالتوتوريال السادس اللي يتكلم عن الانترنال فورسز في الفريمز أو الإطارات. بإذن الله تعالى راح نحل أربع أمثلة ونبتدي بالمثال الأول. المثال الأول يقول determine the internal forces at point B of the frame shown in the figure. عندنا الفريم هذا مثل ما احنا شايفين، نبي نعرف الانترنال فورسز في النقطة B. فأول خطوة ان احنا علشان نوجد الانترنال فورسز راح نقص الفريم هذا في النقطة B، واذا قصينا وعزلنا الفريم الى قطعتين، القطعة AB والقطعة BC، راح ننقي قطعة نشوفها اسهل بالتعامل ونطبق عليها الإكوليبريم إكويجنز. بس علشان نطبق الإكوليبريم إكويجنز لازم كل المعلومات الخارجية تكون عندي. فإذا شفنا مثلا القطعة BC كمثال، راح ألاقي أن عندي رياكشن أو تو رياكشنز عند النقطة C، وإذا قررت أني أشتغل على القطعة AB راح يكون عندي رياكشن مجهول في النقطة A. فأول خطوة في الحل هي إيجاد الرياكشنز. فهذه الاتجاهات اللي أنا متوقعها للرياكشنز، وتكلمنا بكذا درس سابق على طريقة حساب الرياكشنز، بس للتذكير الخطوات تطبيق المعادلات الاتزان أو الإكوليبريم إكويجنز سيجما في إكس وسيجما في واي وسيجما إم. إذا طبقنا سيجما في إكس راح نحصل أن سي إكس تساوي 12K، وإذا حاولنا ندور حوالين النقطة سي راح نلاقي ان الـ AY ذراع القوة مالها 30 والدوران مالها سالب، بعدين الـ 25 ضرب الـ 15، بعدين الـ 12 ضرب الـ 10. واذا حليت المعادلة هذه راح يطلع لي قيمة او تطلع لي قيمة للـ AY تساوي 16.5K. انا عندي الـ AY وعندي الـ CX، باقي لي الـ CY، اقدر اطبق معادلة الاتزان في اتجاه الـ Y اللي هي سيجما اف واي تساوي صفر. فراح الاقي ان AY ناقص 25 زائد CY تساوي صفر، واذا حليت المعادلة هذه راح الاقي ان CY تساوي 8.5K. الحين انا عندي الفريم جاهز ومحطوط عليه كل الرياكشنز. اول شيء الحين ان انا راح اروح اقص الفريم عند النقطة B، واذا قصيت الفريم عند النقطة B عندي خيارين، يعني اشتغل على القطعة AB او اشتغل على القطعة BC. بما ان القطعة AB فيها قوة واحدة خارجية اللي هي 25 ورياكشن واحد اللي هو 16.5، فانا اشوف ان احنا نشتغل على القطعة AB يكون اسهل. هذه هي القطعة AB. بما ان المعلومات الخارجية كلها عندي، طبعا اذا كانت القطعة AB مثل ما راح نشوف في امثلة يعني لاحقة، اذا كانت القطعة AB عليها حمل موزع او مائل، فالحمل الموزع لابد من تركيزه على القطعة AB هذه اذا كان موجود، واذا كان في قوة مائلة لابد من يعني تسوي لها ريزولوشن او انك تبطلها الى الكومبوننتس اللي هو الفورسز اللي في الاكس والفورس اللي بالواي. راح احط القوة او اتجاه القوة الداخلية مع العزوم مثل ما انت شايف قدامك. الحين انا عندي السيستم هذا لابد انه يكون في اتزان تام، القطعة هذه AB لابد انها تكون متزنة. اذا القطعة AB متزنة معناته الإكوليبريم إكويجنز اقدر اطبقها على هذه القطعة. فاذا سويت مثلا سيجما اف اكس راح الاقي ان الـ N اللي هي النورمال فورس عند النقطة B راح تساوي صفر، لان ما عندي ولا قوة اخرى في اتجاه الـ X. اذا خذيت الدوران حوالين النقطة B مثلا راح الاقي ان الـ MB زائد 16.5 ضرب 30 ولكن الدوران سالب، وراح ازيد عليها الـ 25 ضرب الـ 15 والدوران موجب. وإذا حليت المعادلة هذه راح ألاقي أن قيمة الـ MB تساوي 120. المعادلة الثالثة اللي هي سيجما FY تساوي 16.5 ناقص الـ 25 زائد الـ VB تساوي 0، وإذا حليت المعادلة هذه راح أوجد قيمة الـ VB. فهالشكل أنا قدرت أني أحسب الـ NB والـ MB والـ VB اللي هي القوة الداخلية والعزوم الداخلية عند النقطة B، وبالشكل هذا يكون المثال الأول أو المطلوب بالمثال الأول انتهى.
ننتقل للمثال الثاني. المثال الثاني determine the internal force، أيضا أوجد القوة الداخلية عند النقطة B في الفريم اللي أمامك. نشوف أن في الفريم هذا عندي الحين قوة موزعة، تعالوا نشوف شلون راح نتعامل مع القوة الموزعة هذه. لكن بداية سواء راح تشتغل على القطعة AB ولا القطعة BC، أنت محتاج في كلا الحالتين إيجاد الرياكشنز يا عند C يا عند الـ A. فخلونا نوجد الرياكشنز مع بعض. أنا أتوقع اتجاه الرياكشن بالشكل هذا، وإذا بغيت أحل الرياكشن لابد من تركيز القوة 25 كيلو نيوتن لكل متر. فإذا راح أركزها مثل ما احنا شايفين، راح تركز في منتصف القطعة AB، أي على بعد 6 متر من النقطة A أو 6 متر من النقطة B، وقوة التركيز تساوي القوة اللي هي 25 ضرب المسافة الكلية اللي هي 12. الحين أقدر أطبق معادلات الاتزان اللي هي السيجما اف اكس والسيجما اف واي والسيجما ام. إذا طبقت سيجما اف اكس راح ألاقي أن 25 ضرب 12 هذه التركيز للقوة الموزعة ناقص السي اكس يساوي 0، إذا السي اكس تساوي 300 كيلو نيوتن. وإذا طبقت معادلة الدوران حوالين النقطة سي راح أشوف أن الاي واي ضرب 10 والدوران سالب، بعدين 25 في 12 اللي هي تركيز القوة الموزعة ضرب المسافة 6 اللي هي ذراع الدوران، زائد القوة الأخيرة اللي هي 90 ضرب ذراع دورانها اللي هو 5 يساوي 0. وإذا حليت المعادلة هذه راح تطلع معاي الـ AY تساوي 225 كيلو نيوتن. المعادلة الثالثة والأخيرة اللي هي سيجما FY راح ألاقي أن الـ AY ناقص 90 زائد السي واي تساوي 0، اذا السي واي تساوي سالب 135. اذا حاولت ارسم القوة اللي انا حصلت عليها او الرياكشنز على الفريم، راح الاحظ شغلة ان ال 135 انا كنت فارضها لفوق لكنها طلعت سالب 135. فعلشان حلك يكون مضبوط لابد من تغيير اتجاهها، لان هي اثبتت لك ان الاتجاه اللي انت فرضته كان خاطئ. فهذا هو الشكل اللي امامنا، الشكل النهائي اللي راح اعتمد عليه للحل. الحين القوة الخارجية معلومة 300 كيلو نيوتن و 135 كيلو نيوتن للأسفل. اللي اقدر اسويه الحين اني احط اتجاهات القوة الداخلية اللي قاعد احاول احسبها وابتدي اطبق معادلات الاتزان. فاذا طبقت سيجما اف اكس راح الاقي ان سيجما اف اكس تساوي 0 سالب NB سالب 300 تساوي 0، وإذا حليتها راح ألاقي الـ NB تساوي سالب 300. وراح أطبق سيجما FY، هالمرة ما راح أمشي بنفس الترتيب اللي مشيت فيه المرة اللي فاتت، راح أبتدي FX FY M بس للقوة الداخلية. فإذا طبقت سيجما FY راح ألاقي أن الـ VB ناقص 90 ناقص الـ 135 تساوي 0، فالـ VB عند أو الـ V عند النقطة B تساوي 225. وإذا حسبت الدوران أو أخذت المومنت حوالين النقطة B راح ألاقي أن سالب MB، وليس سالب لأن MB قاعد تدور بعكس الاتجاه اللي أنا دائما أفرضه كاتجاه موجب. إحنا دائما في حلنا نفرض أن عكس عقارب الساعة هو اتجاهنا الموجب، والـ MB اللي أمامك قاعد تدور مع عقارب الساعة فلازم تكون سالبة. راح أضيف عليها الـ 135 ضرب العشرة، 135 ضرب العشرة دورانها سالب، وراح أضيف عليها أيضا التسعين ضرب الخمسة، التسعين ضرب الخمسة أيضا دورانها سالب. وإذا حليت المعادلة هذه راح تطلع معاي الـ MB سالب 1800. خلونا نشوف لو إحنا نبي نشتغل على القطعة AB. بالقطعة AB أنا راح أحتاج الرياكشن عند النقطة A، وهذه القوة الوحيدة الخارجية اللي ناقصتني. لكن قبل لا أبتدي أطبق معادلات الاتزان عندي 25 كيلو نيوتن لكل متر، هذه لابد من تركيزها كقوة مركزة. تصير قوة مركزة أنك تضرب 25 في 12 وتركزها في منتصف القطعة لأن الحمل موزع بالتساوي، فيطلع لك الشكل اللي أمامنا. تقدر بعدين تحط الاتجاهات للقوة الداخلية. بعد ما تحط الاتجاهات مباشرة تقدر تسوي السيجما اف اكس، راح تلاقي ان السيجما اف اكس تطلع لك الفي بي تساوي 300،
والسيجما اف واي تطلع لك الان بي تساوي 225، وتلاقي ان المومنت تطلع معاك سالب 1800. نشوف المثال الثالث. المثال الثالث يقول determine the internal forces at point B of the frame shown in the figure. هالمرة الفريم اللي عندي فيه عنصر من العناصر اللي بي سي في ميلان، مو قائم او يعني عمودي على القطعة اي بي. شلون راح نتعامل معه؟ التريك هنا جدا بسيط. هذا التريك كنت المفروض كنت تعرفها من ايام مقرر الستاتكس، ان طريقة تحليل القوة العشرين الى كومبوننت اكس واي، وهذا الشيء الوحيد يعني الجديد في المثال هذا مقارنة بالامثلة السابقة. لكن اذا جيت انا احل، راح ابتدي افرض اتجاه الرياكشنز، فلتكن الاتجاهات اللي انا افرضها بهذا الشكل. بعدين انا قاعد الاحظ ان عندي ميلان للقطعة بي سي، وميلانها ممكن التعبير عنه بالنسب المثلثية اللي امامك الـ 12 في 16. فاذا انا قدرت اني اعبر عن الميلان هذا، اقدر احسب الوتر، ومن حسبة الوتر اقدر احلل العشرين الى كومبوننت عمودي وكومبوننت موازي للاكس، كومبوننت عمودي على الاكس اللي هو بكومبوننت في الواي، وكومبوننت موازي للاكس. فهذه نتائج التحليل اللي عندي، الكومبوننت اللي في الواي الى الاسفل وقيمته 20 اللي هي القوة الاساسية ضرب ال 12 على 20، والكومبوننت اللي في الاكس 20 ضرب 16 على 20. العشرين اللي في المقام يا شباب ما هي الا طول الوتر للمثلث اللي قاعدته 12 وارتفاعه 16. الحين انا عندي كل القوة اللي في السيستم يا على الاكس يا على الواي، وما عندي اي قوة موزعة علشان اركزها. مباشرة اقدر اروح اطبق معادلات الاتزان equilibrium equations. فاذا طبقتها راح الاقي ان السيجما اف اكس تساوي صفر، راح الاقي ان السي اكس ناقص العشرين في 16 على 20 تساوي صفر، راح يعطينا ان السي اكس تساوي 16. واذا حاولت ادور حوالين النقطة سي، راح الاقي ان الاي واي ضرب 36 ودورانها سالب، زائد 30 ضرب 24 ودورانها موجب، زائد 20 في 12 على 20 ضرب 6 ودورانها موجب، وزائد أيضا 20 في 16 على 20 وضرب 8 اللي هي نصف ارتفاع القطعة AC، الارتفاع العمودي BC. وكل هذا راح اسويه في الصفر. واذا حليت المعادلة هذه في المتغير الوحيد اللي هو الاي واي، راح الاقي ان الاي واي تساوي 25.56 كي. عندي الاي واي وعندي السي اكس، باقي لي فقط السي واي، والسي واي ممكن حسابها عن طريق معادلة سيجما اف واي، وسيجما اف واي تساوي صفر حسب الاكوليبريم اللي عندي. فراح اقول الاي واي ناقص 30 زائد 20 في 12 على 20 زائد السي واي يساوي صفر. اذا حليت المعادلة هذه راح تعطينا ان السي واي تساوي 16.44 كي. الحين انا عندي هذا الفريم مع الرياكشنز اللي عليه، ومطلوب عندي القطعة او مطلوب عندي ان احسب القوة الداخلية على عند النقطة بي. فبسهولة انا شايف ان القطعة AB اسهل من القطعة BC، وذلك لميلان القطعة BC. فانا ادور السهل واشتغل عليه، راح الاقي ان الAB عندي بهالشكل، وفيه قوة خارجية واحدة اللي هي 25.56، وفي قوة 30 في منتصفها. واذا انا حطيت القوة الداخلية مثل ما احنا شايفين، السيستم جاهز عندي علشان ابتدي احسب السيجما او احسب او طبق معادلات الاكوليبريم. فراح اقول سيجما اف اكس تساوي صفر. في الحالة هذه انا ما عندي اي قوة في اتجاه الاكس، فاستنتج ان القطعة اي بي لا توجد فيها نورمال فورس، اذا النورمال فورس ان بي تساوي صفر. انزين، واذا طبقت سيجما اف واي شنو راح يعطيني؟ راح الاقي ان 25.56 ناقص 30 ناقص الفي بي تساوي صفر، وحل هذه المعادلة يعطيك ان الفي بي تساوي سالب 4.44.
والمعادلة الأخيرة اللي هي معادلة المومنت، الدوران حوالين نقطة القص اللي هي البي. أول شيء أنزل الام بي علشان لا أنساها، زائد شنو القوة اللي تدور حوالين البي، القوة 25.56، وذراع الدوران مالها 24، والدوران مالها سالب، زائد 30 ضرب 12، والدوران مالها موجب، وكل المعادلة هذه تساوي صفر. وإذا حليت المعادلة هذه راح تعطيني إن الـ AY تساوي إيه، عفوا هني في خطأ مطبعي، إيه مو الـ AY، إيه الـ MB تساوي 253.44 بالسالب. خلونا ننتقل للمثال الرابع. المثال الرابع اللي أمامنا المطلوب نفس المطلوب السابق، إيجاد القوى الداخلية، لكن هالمرة عبر لك عن أماكن أو الأماكن اللي يبي فيها القوى الداخلية، مو ما أعطاها أحرف، أعطاك الكوردينتس أو إحداثيات النقط أو النقاط اللي هو يبيها. يعني مثلا قال إن لو نشوف عندنا الـ A الإحداثيات مالتها 0 و0، فبناء على إحداثيات الـ A يبي النقطة 0 و5 و0 و9 5 و9 و10 و9، يبيك تروح عندهم وتحسب القوة الداخلية. مبدئيا أنا لازم أعرف أحدد أماكن هذه النقاط علشان أبتدي أعرف أحسب. فمجرد ما تقرأ الإحداثيات اللي أمامك من السهل عليك جدا إذا عرفت أن الـ A هي الصفر والصفر أو هي نقطة الأصل أو الأوريجن، فما عليك أنك أنت تروح وتحدد النقاط. هذه هي أماكن النقاط اللي أنت تحتاجها في الحل. فشلون راح أبتدي أحل؟ أنا شايف أن السيستم الأمامي غير كامل، لأن أي نقطة من النقاط هذه فيما عدا النقطة الأخيرة اللي 10 و9 كل النقاط الأخرى راح أكون يعني في حاجة لحساب الرياكشنز عند الـ A أو عند الـ B. خلونا نقول أن هذه هي اتجاهات الرياكشنز ونبتدي نحسب الرياكشنز. لكن قبل لا ابتدي احسب الرياكشنز لابد من ان احول كل القوى الموزعة اللي عندي على السيستم الى قوة مركزة، وهذا الشكل النهائي بعد ما تحولها. عندك الـ 12 كيلو نيوتن يتم ضربها في التسعة وهو الارتفاع الكلي، ومكان التركيز يكون في منتصف التسعة، اي على بعد 4.5 من الـ A او 4.5 من الـ C. طيب، وبالنسبة للقوة 15 كيلو نيوتن لكل متر يتم تركيزها في منتصف القطعة CE وليس القطعة CD. منتصف القطعة CD لا يعبر عن تركيز القوة الكلية، فمنتصف القطعة CE اللي أنا بركز في منتصفها، منتصفها يقع على بعد 7.5 من اليمين أو من اليسار، لأن الطول الكلي للقطعة هو 15 متر. ف15 اللي هي القوة ضرب ال 15 متر، القيمة اللي تطلع لهذه يتم تركيزها في منتصف ال 15 متر الكلية، أي على بعد 7.5 من الطرفين. فالحين أقدر أحسب بكل سهولة الرياكشنز. سيجما اف اكس تساوي 0، راح ألاقي أن الاي اكس تساوي 108، وإذا طبقت سيجما ام اي تساوي 0 راح ألاقي أن البي واي تساوي 217.35، وإذا طبقت السيجما اف واي تساوي 0 راح ألاقي أن الاي واي تطلع معاي 7.65. خلونا نبتدي بالنقطة 0 و5. النقطة 0 و5 راح أبتدي أحط عليها الرياكشنز، وراح أركز الـ 12 كيلو نيوتن هذه في الطول هذا فقط. الطول هذا هو 5 متر، فالتركيز راح يكون بالشكل هذا 2.5 و2.5، وقيمة التركيز هي قيمة القوة ضرب 5 متر. الحين أنا ركزت وعندي كل القوة الخارجية، أقدر أحط الاتجاهات للقوة الداخلية والعزوم وابتدي أحسب هذه القوة الداخلية والعزوم. فسيجما اف اكس تساوي 0 راح تعطيني ان ال V تساوي 48، والسيجما اف واي تساوي 0 راح تعطيني ان ال N تساوي سالب 7.65. وإذا طبقت معادلة المومنت راح ألاقي ان المومنت هذه عند النقطة 0.5 تساوي 390. بالنسبة للنقطة 0.9 راح اتبع نفس الطريقة اللي اتبعتها للنقطة 0.5، اللي راح اسويه راح اركز الـ 12 في منتصف القطعة AC. فاذا ركزتها بعد ما احط الرياكشنز راح تطلع عندي 12 ضرب 9،
لكن المسافات الآن 4.5 و4.5. مجرد ما أركز وتكون عندي القوى الخارجية الرياكشنز معلومة، ما علي إلا أنا أحط الاتجاهات اللي أنا فارضها للقوى الداخلية. بعد ما أحط الاتجاهات هذه، سيجما اف اكس راح تعطيني إن الفي تساوي 0، وراح تعطيني السيجما اف واي إن الان تساوي سالب 7.65، وراح تعطيني ان الام تساوي 486. هذه معادلة الام، بعد ما اطبقها راح تعطيني ان الام تساوي 486 كيلو نيوتن في المتر. بالنسبة للنقطة 5 و9 راح اروح احط الرياكشنز مثل ما سوينا في النقطتين السابقتين، والحين راح اركز في مكانين، اركز ال 12 كيلو نيوتن على القطعة AC، وأركز القوة الموزعة اللي في الأعلى اللي قيمتها أصلا 15 على المسافة من السي إلى مكان القطع. المسافة هذه هي 5 متر، فبعد التركيز راح ألاقي عندي الشكل يطلع كما ترى أمامك في الشاشة. الحين أقدر أحط القوة الخارجية، أو عفوا أحط القوة الداخلية، وأحسب المعادلات باستخدام معادلات الإكوليبريم هذه المجاهيل. سيجما اف اكس راح تعطيني ان ال n تساوي 0، سيجما اف واي راح تعطيني ان ال v تساوي 67.35، والسيجما ام راح تعطيني ان ال m تساوي 336.75. والنقطة الأخيرة اللي هي نقطة 10 و9 راح نلاحظ ان في النقطة هذه ما نحتاج اي قوة خارجية اذا قررنا ان احنا ناخذ القطعة اللي على اليمين، او قررنا بعد ما نقص ان احنا نشتغل على القطعة اللي على اليمين. قبل لا احط عليها القوة الداخلية لابد اني اتأكد ان ما يكون عليها قوة موزعة وما يكون عندي قوة مائلة. قوة مائلة ما عندي، لكن عندي قوة موزعة. طول القطعة هذه 5 متر، والقوة الموزعة اللي عليها هذه قيمتها 15 كيلو نيوتن لكل متر، فيتم تركيزها 2.5 2.5 من الطرفين، وقيمة القوة المركزة هي 15 في 5. الآن أقدر أحط الاتجاهات اللي أنا أفرضها أو اللي اتفقنا على فرضيتها في الدرس السابق، وعندي السيستم الحين جاهز. ما علي ان انا اطبق سيجما اف اكس والاقي ان ال ان تساوي 0، واذا طبقت السيجما اف واي الاقي ان ال في تساوي 75، واذا طبقت معادلة المومنت راح الاقي ان المومنت تساوي 187.5 كيلو نيوتن في المتر. وبالشكل هذا نكون انتهينا من التوتوريال السادس. اذا كان عندك اي استفسار ياريت التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني اللي أنا وزعته عليكم في بداية المقرر.